نقولوا انا فعلا انا شفتو تنوصلوا ما غندخلش انا نسجل بنفسي فهذا شيء اكثر من هذا نبات بانه كذلك بالنسبه للشوط الثاني خصنا نكونوا حذرين اكثر من 10 دقائق الاولى فاذا به يعني ماشي كره ثابته يعني غير من رميه شرط استقبلنا هدف يعني بكل السذاجه يعني واحد الشكل رئيس فاكيد اكيد ملي كتكون كتبحث على النتيجه انت احنا ما جيناش باش نتعادلوا هنا لان اللاعبين لعب مفتوح جينا باش نبحثوا على الفوز لان ما ساديش بالنسبه للدفاع ديالنا ولكن في نفس الوقت منظمين فاذا به بعد تشجع عليك هدف اكيد بان غادي 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 غتمشي للهجوم اكثر فملي كتمشي للهجوم بكرات مرتده وانتم شفتوا يعني يعني دائما كانت هناك يعني المباغته اللي كتكون في الدار ديال اللاعبين ديال الوسط واللي اظن بانه احنا بعد ما قحمنا لاعب مهاجم ثاني اظن بانه باش نزيدوا الهجوم هما اصبحوا كيلعبوا يعني كرات يعني مرتده سريعه واللي اظن بانه تحت لهم الهدف الثاني فاظن بانه اكيد يعني حتى في النفسيه ديال اللاعب اللي كتشوف سجل الهدف الاول في المره الاولى والهدف الثاني هناك توتر لان لهم بكل صراحه المباراه بحال اللي هربت منا